سلام حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ من يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير وتكونوا في افضل الاحوال يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، المهم لقيتوني انا لابسه حوايجي غدا انا وبابا باش نتغداو. غادي نمشي معاه لحقاش هو ما تيقدرش يهز الثقل بزاف، فخصني ضروري نمشي معاه، يا اما انا يا اما ماما. ماما دابا مشغوله فانا اللي غادي نمشي معاه. المهم ما نطولش عليكم، دابا غادي نمشي باش نتغداو. ملي غادي نجي غادي نوريكم اشنو خدينا الكوزينه والمعان وداكشي الاخر. المهم خليكم مع الفيديو، كنبغيكم بزاف. هنايا رحنا في السويقه، جينا باش ناخذوا شويه ديال الخضره. المهم انا كنبغي نشارك معكم هكايا لقطات من اي حاجه وصافي. ما صورتش لكم احبابي فاش كنا كناخذوا الخضره وداكشي، زعما ما صورت لكم راسي حتى هو لحقاش كيبانوا ناس مورايا وكاين ما غاديش يبغيان وهذا زعما كل واحد وكيفاش داير، فما بغيتش نصور راسي والناس مورايا. عرفتي دائما فاش كنكونوا مقدين ولا جايبين شي حاجه ديما كنقص في هنايا نتسرح واحد شويه وعاد كنكمل الدروس. لحقاش كان هي ماشي انا اللي اختاريت العلو، هما اللي بغاو العلو. ماما كتقول لك تبغي الدار مهويه، اما انا ما كنش نسكن في السري حيت كان كيقتلوني الدروس. المهم ما نكمل الله. واش كتجفي؟ اوه احنا يلاه جينا. المهم صورت لكم غير شويه شويه من الحاجه زعما، حيت بغيت نشارك معكم فاش كنخرجوا كنتقداو وداكشي. المهم جيت لقيت ماما كتصيق وهاجر حتى هي كتجمع، اختي حادقه. المهم خليكم معايا باش نوريكم اشنو شرينا. ماشي على الخضره، غادي نوريكم المعان اللي خدينا. يحسب لكم غنوريكم الخضره، نوريكم المعان اللي خدينا للكوزينه. المهم خليكم معايا. المهم احبابي انا جلست دابا باش نوريكم كاع المعان اللي خدينا. صراحه خدينا بزاف ديال المعانات، هادو خديناهم للضياف. هكا الا جاو عندنا شي ضياف ولا يعني نحطوا لهم شي معان اللي ما كنستعملوهمش حنايا كل نهار. واخا صراحه ماما عندها شي معان اللي ما عمرنا ما كلينا فيهم ولا شربنا فيهم، كتزيد معان وحدين اخرين. راكم عارفين العيالات كيحماقوا على المعان. وهادو زعما ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، خدينا شي حاجه اللي عاديه في الثمن. المهم اي حاجه وريتها لكم راه غادي نقول لكم الثمن ديالها، وصراحه رخاصين يعني انا جاوني شويه رخاصين وما نعرف. المهم قولوا لي انتم جاكم رخاصين ولا غاليين. المهم اول حاجه خدينا هي هاد الكيسان هادو، هانتوما هاد الكيسان هادو كيجي فيهم 12 كاس. راكم عارفين اي كرتونه كيكون فيها 12 كاس، كنقول لكم زعما هادي راه معلومه. المهم انا غادي نوريكم كاس منهم، هانتوما هذا هو الكويس ديالهم. كاينه هاد اللون هذا وكاين الصفر، حنا خدينا هاد اللونين هاد على وديت البلاطو صاوب داك اللون. هادو خديناهم ب 60 درهم، 60 درهم هادو يعني 1200 ريال، 60 درهم اخي. هادو انا وريتهم ليكم. وخدينا هاد الترموس ديال القهوه، حتى هادو رخاصين. هادو راكم عارفينهم، ما عرفتش يقولوا لك اينوكس وقيله. ها هما خدينا جوج، خدينا جوج ترموسات هادو بجوجهم 120 درهم، يعني زوينين 120 درهم بجوجهم، والله الا زوينين وكبارين يعني كيهزو راه ما تهز في القهوه. يعني الا كانوا عندك الناس بزاف راه ما يهز لك اختي في القهوه ويشهد الخير. هانتوما خدينا هادو زعما ماشي خديناهم للضياف، هادو يعجبو ماما وقالت لك تاخذهم لحقاش. المهم ماما كتحماق على الماء، فيما كنخرج انا وياها للسويقه انا كنبقى نقول لها بركه علينا من بركه ما تشريش. باقي عندنا ماء اخرى اللي في الدار، دابا نمشي اللي غنمشي اليوم ان شاء الله، ما نحيد لا جلابتي لا والو تنمشي ونوريهم ليكم، حيت باقي عندنا معانات اخرين تماك وما جبناهمش. باقي عندنا في واحد الفيترينه، انا نمشي ونوري لكم الماء اللي كاع ما كنستعملو كاع ما كتحطينا فيهم. المهم خدات هادو، هاد الكيسان راهم عاديين راكم تكونوا عارفينهم، زعما كل دار غادي يكونوا فيها بحال هاد الكيسان هادو ديال اتاي. ها هما زوينين حتى هما، خداتهم ب 35 درهم، حتى هما فيهم 12 كاس. المهم خدات هادو وباقي غنوريكم حوايج اخرين. المهم نحيد هادو. المهم قلت لكم خدات هادو وخدات هاد البراد هذا حتى هو. المهم براد عادي غير هو كبير كبير وزوين.
زوين يعني سام ما فيه لا زواق لا والو. ها نتوما عادي دخلتو ب تاع تاع 60 درهم تا هو 60 درهم. يعني انا باش قلت لكم اسمينه زوينه يعني هذا 60 درهم الطرموسات بجوج 120 درهم كيسان حتى هما 60 درهم. هذوك الكيسان الاخرين اللي وريتكم قلت لكم كل دار غادي تكون يكون عندهم بحال هاد الكيسان هادو حتى هادوك 35 درهم. اسمينه زوينه وخذات هاد البلاطو صراحه زويون هاد البلاطو حتى هو 60 درهم. فرحات البلاطو هو اللي جاني رخيص فيهم لحقاش كبيبر وزوين يعني الديكور ديالو زوين كيتحيد هو الديات ويمكن ما عرفتش. المهم هادشي اللي خدينا صافي يمكن صافي هادشي اللي خدينا وغنمشي للدار ونوريكم عاوتاني مع وحدين اخرين. انا دابا نست في هادشي هذا نشوف كيفاش غيجي ونوريكم. ها انتم كيفاش جاوا مع بعضياتهم. عليا باش قلت لكم حنايا خدينا ديك اللعيبه خديناها بيضة هذيك ديال الكيسان مبغيناش ناخذوها صفراء لحقاش خدينا البلاطو خديناه حتى هو ابيض. مع هذا البراد اللي ما عجبنيش بزاف بزاف مهم دايس ما عجبنيش معاهم كون كان شي براد يعني حتى هو في داك اللوين غادي يعطينو منظر واعر ولكن ماشي مشكل. المهم انتم كيفاش جا وصافي حبابي. المهم هادشي هو اللي خدينا بغيت نشارك معكم كنشارك معكم انا اي حاجه واخا تكون غير صغيره كنشارك معكم كلشي كيف ما كتعرفوا حيت كنقول لكم حاسباكم مع عائلتي. دابا غادي نمشي باش نوريكم الكوزينه كيفاش زعما ملي رتبنا داكشي في بلاصتو كلشي تكات في بلاصتو كيفاش ولات. المهم خليكم معايا شي نوريكم الكوزينه وندخلوا للكوزينه بسم الله. المهم غنبدا لكم من هنايا هاد اللعيبه هادي هاد الشبيكه هادي درناها على وديت المواعن فاش كنغسلوهم كنديروهم تما في ديك الشبكه. هذيك الشبكه ديما تتبقى تما ما تنحيدوهاش. هنايا درنا تماك الزيت الاتاي قهوه العطريه كلشي درناه تماك في ديك البلايصه في داك البلاكار. هنايا علقنا هاد الكاسرونات ديك الحكاكه هذا بقى خاوي حيت داك الطاسم تما. المهم هنايا درنا هاد المجيرات هادو ها هما جاو هنايا دين فيهم معالق وطباسل صغار وداكشي. وهنايا درنا دوك المواعن الاخرين درنا دوك الماء اللي ما كنستعملوهمش ديال كل نهار درنا تما ديك البرماط الموسات وداك الغلاي والشي الاخر كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه لهاد الجهه درنا فيها المجوره ها هما درت لهم ماما واحد اللعيبه من تحت باش يكونوا باش يبقاو مهزوزين. وحداها درنا الثلاجه ماما ديما خصها تبتكر من عندها. شوف شنو دارت هنايا درت واحد السقات زعما فيها لحقاش كانت تقشرات غتسمعوا واحد الصداره ديالها زنزين كدير صداع اختي. المهم هنايا قلت لكم دارت هاد البابي هذا ولا ماشي شنو تيقولوا ليه دارته هنايا ربطت ليها وجهها وصافي. وحداها درنا الفران هذاك الفران داك اللعيبات اللي فيه ما كيحيدوش اللي تماك هذوك النقيطات اللي كتشوفوا راه كيبقاو بحال هكاك واخا كنحكوهم ها انتوما صافي. درنا الفران بلاني حدا الشرجم باش تخرج ديك الريحه ديال الطياب وكلشي وبعدناهم هو والثلاجه باش ما يقيصاش داك الصهد وصافي هانتوما كما كتشوف. دابا راه ولات زوينه على ما كانت داك النهار فاش صورتها لكم كانت مرونه بزاف. دابا رتبنا كل حاجه بلاصتها مازال نزيدو فيها شي حوايج اخرين دابا حتى شي الله كيسكننا ويلاه كي يعني يلاه كنحطو كل حاجه في بلاصتها وصافي. بغينا نديرو هنايا شي موكيط ولا شي حاجه على وديت الارض كتفزك حتى ناخذو حتى هو ان شاء الله وصافي حبايبي. هذه هي الكوزينه نسيت ما قلت لكم حاجه اخرى. هاد المجوره هادو كاملين كاع دوك المواعن اللي درناهم هنايا هادوك المواعن كاملين درناهم هنايا باش كيبقى
كي هاد المجور هادو كينفعو صراحه بزاف، كيجمعوا الماء يعني اي حاجه مهم بغيتي ديريها فيهم كتبقى هنايا ما كتغبر ما والو، في نفس الوقت كيبقى لك لاسباس اللي بغيتي ديري في حنايا دايرين هنايا الماينات كاملين، طباسل كيسان كلشي دايرينهم هنايا. بالنسبه للطباسلات الصغار والمعالق الاخرين راه حنا دايرينهم في دوك المجوره الصغيرين اللي عاد وريتكم دابا، وحتى هادو اللي عندنا هنايا دايرينهم في البيت الاخر، هادو حتى هما كنديروا فيهم الماعين الاخرين، دايرين فيهم الماعين اللي كنحتاجو كل نهار، هادو دايرين فيهم دوك الزلايف الزايدين كيسان الزايدين داكشي اللي زايد كامل درناه هنايا باش ما نبقاوش نجبدو كلشي، مابقاوش الماعين كاملين يجبدو منهم يبقى نقيقي. مهم كيف ما شفتو احبابي قدينا كل حاجه في بلاصتها في الكوزينه، واخا مازال بزاف ديال الحوايج خاصهم يتزادو، ولكن شويه بشويه نقادو كل حاجه في بلاصتها. هذاك اللعيبه اللي كتبان مورايا هذاك راه غير الظهر ديال الماريو، حتى هو جبنا الماريو زعما وقدينا كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه حطيناها في بلاصتها يعني تقاد البيت ما بقاش مرون كيف ما كان في الاول. في الاول ارسوي كانوا كل حاجه ملوحه في جيه، فاش كنبغيو نجبدوا شي حاجه نلبسوها عرفتي الروينه ديال بصح، مي دابا الحمد لله كلشي تقاد في بلاصتو. بالنسبه للكوزينه هذيك الشبكه اللي وريتكم عاد دابا قلت لكم كنديروا فيها الماعن، حيت كتبقى هذيك تما زعما ما تنحولوهاش من بلاصتها، تما كتبقى لغسنا الماعن كنحطوهم فيها. هاديك بغيت ناخد واحد الشبيكه لتكونوا عارفينها، هاديك الشبيكه اللي كتكون فيها جوج طبقات، فيها بلاصه الطباسل بوحديتها، بلاصه المعلق بوحديتها، بلاصه الكويسات بوحديتها، كتكون زوينه يعني كتخوي لك البوطاجي، ما تبقاش البوطاجي هكاك عامر وشي فشي. مهم هاديك كتعجبني، هاديك قلت ان شاء الله دمر ناخدها ماشي دابا من بعد، ونبدلو بزاف ديال الحاجات اللي نبدلو في الكوزينه، ان شاء الله اللي جاي يكون حسن، وكاع الحوايج اللي غادي يكون اللي جايين ان شاء الله غادي يكونوا زوينين باذن الله سبحانه وتعالى. وصافي حبايبي وقيلا هضرت بزاف وكثرت عليكم الهضره، ديما كتقولوا لي ماشي كلكم بالحق غير شي شويه اي شويه، الناس يقولوا لي فاطمه زهره كتكثري الهضره، صافي ما نعاودش ولكن انا ما هضرتش معكم ما من غادي نهضر معامن، قولوا لي معامن غادي نهضر الا ما هضرتش معاكم، معامن ما عنديش صحابات، ما والله ما عندي صحابات، انا ما عنديش شي صاحبه اللي مقربه ليا ولا هكا، يا ما عنديش يعني، المتنفس ديالي الوحيد هو نتوما والله، وعائلتي هكا يا عائلتي الصغيره ماما بابا خوتي صافي، هادشي اللي كاين هما اللي كنهضر معاهم كنضحك معاهم الله يخليهم ليا، وانتم الله يخليكم حتى نتوما ليا، حيت انا قلت لكم نتوما المتنفس ديالي، كنجي نهضر معاكم كنخوي لكم قلبي مهم تفرحوني بالميساج ديالكم بلي كومونتير ديالكم، الله يخليكم ليا وصافي هادشي ما نقول لكم، الله يخليكم ليا وصافي حبايبي. المهم كتهلاو ليا فراسكم مع فيديو جاي ان شاء الله. اللي مازال ما بابونيش في لاشين يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، ويخلي ليا لايك وكومونتير الا بغيتي الا بغيتي وصافي. ودوزوا عندي الانستغرام مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم اللي هو فاطم زهرة بيوتي، وديما كنقول لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق وما كنخليهش. المهم برك عليا من الهضره، ما تقول غير سرطه كسيطه، ديما كتقولها لي اختي كتقول لي سرطه كسيطه، دابا كون كانت جالسه عدايا كون راه قالتها لي. المهم تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف، بسلام عليكم.